اناتومي. ولهذا الاشعه يسموها واحده من فروعها راديولوجيك اناتومي، يعني تشريح الشعاعي. اوكي، فهنا المفروض تشريحي نعرف هذا المكان موجود به يورينال بلدر. اوكي، حدود توصل بهالشكل هنا، لكن هنا شو بيستند فوق اليورين ديسبليس كرانيالي توارد ستومر. شوف هذا ستومر، هذا السواد، هذا ستومر، هذا مثل الصوندة دشوف ستر فيوت عبارة عن عبارة عن استاين اللي مليانة بالسواد فيها غازز فرمنتيشن. يعني بتحصيل آخر تستنتج الحيوان مضايق ما تبول لأن مليانة، ثم حتى الأكل ما لقل لأن ضغط بقت بقايا الأكل الموجود المايكروفلورا بالإنجستر إذا صح الكلام إنديجستبل فوق فرمنتيشن غازز مليانة غازز. مو بس هاي متجمعة بجهة محددة، شوف كلها جاية هنا ديسبليس حولها. إذا الحيوان حتى ممكن يستنتج يحس نوع من الكوليك الألم. جاية؟ زين، شنو هالحالة هذه؟ قلنا عبارة عن يورين، يورين بدل مليانة ومتغير موقعها ومأثر عليها الأعضاء. سبب شنو؟ سداد أو وين؟ باوعلي؟ باوعلي؟ هذا شنو مو يورترا؟ هذا شنو ركز عليها؟ مالتيبل كالكولاي ستون. تشوف واضحة لو تركز لي؟ تشوفها وحدة صغار باليورترا قد مسويها كومبليت اوبستراكشن، قد مسويها بارشل اوبستراكشن، وتمام ما نقدر هاي ما عندي معلومة، لكن ستيل مأثرة على اليورينري بلدر ومأدية إلى شنو؟ إلى إلى شنو؟ إلى انسداد، إلى انسداد المثاني. بيجي حالات بما أنهم يلا ممكن بعض الأحيان نلقي اكو خاصه ميل البروستيت جلاند اللي تكون متاثره ومتضخمه وموقعها هو يصير على الجانبين من النيك اوف ذا يورينري يوترا. نهايه اليورينري بلدر بها النيك يسموها اللي بعدين يتصل ويا اليوترا، تكون البروستيت على الجوانب لسبب من الاسباب وخاصه بالميل دوغ الاعمار الكبيره واللي عندها مشاكل راح يصير شنو بها فليم، وصارت فليم تكبر من كاسرت كبر رجع الضغط تعلو من مانيوترا سببت فيه انسداد وسببت فيه حصر للمن لليورين بالمنطقه. اوكي بابا، فاذا هي تشخيصها يوريثرال كالكولاي. ليش ما اقول البروستيتس او انفلاميشن بالبروستات؟ لا كونتراست عالي بياض ما شفتها بس استنتجها، لكن انا ما احكي بالاستنتاج، انا اللي اشوف يلا اقول، لكن من حقي هنا اقول اخذ لي صوره الاخ بوضعيه اخرى واريد تركز لي ار اكس مثل الوصفه ار اكس للناس يشتغلون بالاشعه، ركز لي على منطقه البلفيك بون تحديدا على البروستيتيك لاين اشوف حد. والله بابا اوكي ورقه ثانيه. الصوره الاخرى اللي ايضا تعني باليورينري سيستم يختلف الحيوان، حيوان صغير رابط تقريبا رابط والله خمس موضوع هذا ممكن اعذروني يعني ما اقدر احدد لك الا اللي مكتوب يعني ما مكتوب رابتس بس انا ما مقتنع فيه رابتس ممكن يعني سموث وطويله احسنت مع العظام مال مال بزر بس الدوك سموث احسنت ممكن ممكن ونتيل مبين ها شايفيني نتيل مبين نعم ها تيل وين التيل هذا تيل جود اذا بالرابت ما يوصل التيل بس ممكن بالدوك والكاتها ما يوصل هذا السالفه فممكن يكون ممكن يعني لا ممكن دور مو على على العدس التالي على كل اي هاو سمول انيمال حتى لا نفهم هذا نسمع بنتي يلا سوي فيه ترى وش قلنا ناخذ ايش دار من دايره يعني